يسرنا أن نرحب بكم اليوم في هذا الملتقى العلمي الذي ينعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. في هذا الحدث المهم الذي يأتي في وقت يواجه فيها العالم مجموعة من التحديات التي تتفاقم يوما بعد الآخر المرتبطة بسوء التغذية أو الأنماط الغذائية غير الصحية. إن انعقاد هذا المؤتمر بدورته الحالية ومشاركة عدد